نرمين، ضليتي مستناية الخبر تبع المذيعة لتشوفي إذا بدنا نشوف منها المذيعة. قلت لك كيف شو كيف شو قلت لك ما بيطلع لها معنا ما بيطلع لها أبدا. يوم أخبرنا للمنوعة كتير كانت هيك غنية. يمكن لفتني كمان هيك خبر الشوكولا اليوم إنه قديش ما بيقولوا الفنون جنون. جنون جنون فنون جنون فنون. فاليوم الشوكولا هيك أول كلمة قلتها إنه كيف ما دابوا يعني الشوكولا. كيف ما دابوا بس طيبين يعني. تخيلي طيبين. بعد ما تخلصي شو اسمه العرض الأزياء تاكلي الفستان مثلا. صحيح. تخيلي مثلا تخيلي. أما هلأ سلمى فصار الوقت لنروح لمساحتنا الطبية اليوم ومساحتنا الصباحية رح تكون مع جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية. مثل ما بنعرف بظروف الحرب، نتيجة الحرب على سوريا واللي شهدتها السنوات السبعة الأخيرة، أعلنت جمعية خطوة عن تقنيات حديثة في مجال تركيب الأطراف الصناعية يلي رح تكون بين أيدي الخبراء لنعرف أكثر عن هالتقنيات الحديثة فيها مجال التركيب. رح بسعدنا نرحب بالأخصائي خالد زينون المشرف الفني في جمعية خطوة والبروفيسور ألكسندر نوت. يسعد صباحكم وبونجور. بونجور. صباح الخير، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك بروفيسور. سويي لو بيان فيني اون سيري. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. انا مش دكتور، اختصاصي بالاطراف الاصطناعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم انتم، يعطيكم الف عافيه. تمام. مثل ما بنعرف اليوم البروفيسور او الخبير لاول مره في سوريا، اليوم جايين يمكن بمهمه. خلينا نحكي اليوم عن تواجد البروفيسور اليوم في سوريا. C'est la première visite pour vous en Syrie. Oui. Et on peut savoir pourquoi vous êtes là. Oui. L'organisation Khotwa a organisé un grand événement autour de l'appariage. Et j'ai été invité pour pouvoir présenter, introduire en Syrie des nouvelles technologies. Khotwa هي قامت بتنظيم يعني زيارتي لهان، والدعوة اجت عن طريقها، وهذه الدعوة كانت هي أساس يعني لحتى نعمل شيء بعالم الأطراف الاصطناعية، تحديث لهذا المواد الموجودة عندنا. الهدف منا هي دائما أنه نحن نخدم أخوتنا الجرحى والمصابين بهالحرب اللي لمت بلدنا يعني. أكيد. ويمكن الجديد كمان هو تقنيات الحديثة اللي عم دخلها جمعية خطوة. نعم. حاليا حضرتك المشرف الفني ضمن الجمعية، خلينا نحكي عن هذا الشيء. كتير هلأ خلال فترة الحرب نحن كنا بحاجة ل... نعم. لا يكون عنا هيك خلينا نقول صناعة، باعتبار الأطراف يمكن مكلفة وصعبة. صحيح. وأوقات كنا نضطر الجرحى يطلعوا لبرا البلد لحتى يكون في لهم عمليات. فخلينا نحكي عن هاي الخطوه واهميتها، قد ايه درستوها كمان؟ هلا قبل ما احكي عن هاي الخطوه بالضبط كخطوه يعني بالمواد الاوليه بالتكنيك الجديد اللي فات على البلد، عندنا بدي احكي كجمعيه خطوه كيف هي بلشت. هلا الخطوه هي اللي هي خطوه، بتحسيها كلمه خطوة يعني مسمى عملي. بمعنى انت وقت اليوم بدك تعملي خطوه، ان شاء الله تكون هي الخطوه دائما للامام. بدت بال 2014 بمكان كتير صغير وبس بهمة عالم كبار كتير ساعدوا واشتغلوا على هذا الموضوع لحتى يوصلوا رسالة من خلالها، ومن خلال التضامن فريق العمل الإداري الدكتور ريمون ومساعدة يمكن سيدة الياسمين وكل الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، لهن بهدف واحد دائما أنه كيف نحن فينا نخدم، كيف نحن فينا نقدم الأفضل لمين ضحى كرمالنا. وصلت خطوة اللي انتو عم تشوفوه اليوم، هي انه نحن اليوم عم نعمل حدث ضمن سوريا افضل المواد الموجوده، بتضم ثلاث تقنيات جديده. التقنيه الاولى هي ال NSS نيو سيستم سيليكون، وبنفس الوقت في عندنا تقنيه اسمها الاكوا ماشين سيستم سيمفوني اللي هي نظام بياخذ القياسات على المرضى بطريقه انه يطلع الكاست او القالب شبه نهائي، ما يتعذب المريض اذا في مشاكل ممكن تواجه بقله خبره من الاختصاصيين او زياده خبره، تصير هي الاله هي اساسي باخذ القياسات. هذا الشيء ما بيعني انه ما عندنا خبرات. الحدث اللي عم يصير اليوم هو حدث عم يصير ضمن مشفى حاميش اللي هو صرح من صرح من صروح الوطن. صحيح. وبنفس الوقت الخبرات اللي فيه اللي هن اساتذتنا اللي هن يعني اشخاص عندهم خبرات كثير كثير قويه، وحتى وقت اجوا الخبراء لعنا مسيو ألكساندر ومسيو بسام سنجر اللي هو كمان قدم هالدورة هاي بدعم تقني وفني كتير قوي لحتى يدرب مجانا هدول الأشخاص، وأيضا من قبل ألكساندر كما ذكرت. هن تفاجأوا أنه في عنا هيك خبرات. هلا يمكن الأستاذ بسام قريب علينا بيعرف شو نحنا، ولكن ألكساندر نوت تم التواصل معه مسبقا خلال 4 شهور
يمكن كانوا فاكرين سوريا بتعرف يا هونيك شو بينعطى بالاعلام الصوره تمام ياخذوا الصوره اللي بدهم اياها بس هو ان اشخاص بيشتغلوا دائما هن هذا رابع جيل عندهم اجوا على سوريا لهاني مش لانه هلا اجى على سوريا لانه يمكن البيو جون وينود اجى على سوريا هو كمان بده يكفي هالخطوات هي مع خطوه ان شاء الله لحتى نحن دائما نكون بحيز يعني انه عم نخدم وعم نتطور بنفس الوقت مش انه عم نجيب بس شيء حديث وما عم نخدم اذا بتجيبيه هو مش القصد التجاري ابدا هو القصد لحتى نحن نشتغل فيه مع المرضى ونحسن لهم اداء الاطراف قدر الامكان اكيد استهمنا هو شوي طبعا ما صار بيعرف يمكن سنه شويه عربي لا بيعرف شويه عربي لانه اوقات بيحاول ياخذ كلمات منا بيعرف يعني هو عنده نظره وبيعرف شو بدي اتوجه بسؤال للبروفيسور اليوم مثل ما عرفنا هو في دوره راح تكون وكانت لمده 3 ايام خلينا نساله كيف لا اليوم التعامل مع الخبرات السوريه اليوم وكيف شاف في اليوم وين وصلنا بمجال نحن خطوه قلنا مو بس تركيب ولكن صناعه الاطراف الصناعيه صحيح. كيف شافت هاي الخطوه هلا هي بس لحتى تنويع الدوره التدريبيه هي بلشت عندنا الافتتاح يوم الخميس صحيح عندنا جمعه وسبت وهلا نحن زملائنا من خبراء ومن متدربين هن موجودين بمستشفى حاميش بهالوقت هذا وعم يشتغلوا على النظام الجديد الاكوا ماشين سيستم سيمفوني بس هي الفكره لحتى اشوف انه نحن في عندنا بعد تدريب وهلا هو راح يكفي تدريبه اليوم باسمه الكربون الحراري Alors, quand vous êtes là maintenant, comment vous avez trouvé l'expérience des techniciens, des orthoprothésistes qui travaillent? Comment vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire je trouve à propos de ce sujet? Les sujets qui ont été abordés ont été de grande qualité. Les mawadi' qui ont été abordées dans ce mouktamar sont des mawadi' très grandes et ils ont une qualité haute, une qualité haute. On fait un métier qui est très difficile parce qu'on doit toujours adapter des emboîtures au corps de la personne, la psychologie de la personne. C'est très compliqué. On a beaucoup de contraintes dans notre travail. Voilà. Ah ben, nous, يعني حتى الاختصاص تبعتنا والمهنة هي مهنة صعبة كتير. ليش؟ لأنه إحنا بدنا نجيب مادة خليها تتأقلم مع جسم إنسان. هذا الشيء بيتطلب منا كتير عمل وكتير خبرة بهذا الموضوع لحتى توصل النتيجة كما هي. Et on a toujours besoin de se former aux nouvelles technologies, toujours besoin d'apprendre. Et les sujets qui ont été abordés au cours de cet événement vont aider les orthoprothésistes à apparier les gens oui, oui. et en même temps apporter du confort aux gens. Voilà. لأنه هيدي المهنة اللي نحن فيها هلا بنفس الوقت اللي عم يشغل بموضوع إنه نحن دائما بحاجة لنتطور دائما بحاجة لنعمل دورات تدريبية. بهذا الموضوع عم يركز على هدف هلا انا ترجمتي روحيه للنص دائما معه هو لانه بفهم بالضبط شو مشاعره من جوا هو بالنسبه له هي مينا مهنه ولكن شغف بقدر ما هي تكون مهنه انه اخذها بحياته يعني هو موضوع الدوره وموضوع وجود هذا الشيء اللي موجود عندنا دائما بيتطلب منا انه نعمل نحن تدريب اكيد مع خبراء مثل الكسندر ومع مسيو بسام تدريب وتاهيل حتى نوصل لنتيجه دائما الافضل مش لانه هي شكلا افضل ولكن لانه مع المريض بتكون افضل اكيد استاذ خالد كمان نعرف من البروفيسور الكسندر يعني خلال تماسل مباشر بهي الايام اللي اجى فيها وشاف الفريق السوري اضافه للوفد الفرنسي اللي جاي معه كيف كان التعاون وقد ايه فعلا شاف انه حتى برغم هي الظروف كان عم ينشغل شيء بسوريا مهم يعني يمكن الجزء الفرنسي حيكون مكمل ببعض المهارات الحديثه او التقنيات اللي شوي نحن عم نفتقد لها بس الخطوه اللي هي الاساسيه بسوريا كيف شافها كمان vous pouvez évaluer ce pas avec خطوه en Syrie en présentant ces technologies comment vous pouvez évaluer les expériences des techniciens des orthoprothésistes qui travaillent et comment vous pouvez par exemple imaginer si on peut dire ça que malgré tout tout ce qui se passe en Syrie, on a cette technologie, on a Hamish, des trucs qui sont de nouveautés quand même. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce sujet? Alors, au cours de mon séjour, j'ai visité Hamish. Zara Hamish, خلال هالأيام هاي. J'ai visité Khotwa. Zara Khotwa. J'ai visité également Bab Touma. Ou حتى هو زار المركز العزاري بباب توما. Bab Touma. نعم. Et les gens font beaucoup d'efforts pour apparier les gens. Les orthoprothésistes se sentent très concernés pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes
pour aider les gens. يلي لاحظوا بهالثلاث مراكز هي انه لقى عند الاختصاصيين والتقنيين والفنيين شغف كبير لحتى هو حتى يطوروا حالهم ويعطوا افضل ما يمكن لهالمرضى هون. هلا بس في تعقيب صغير يمكن واحد هو بيشوف هيك ضمن هالاشياء هي شيء عم ينشغل، لانه انت بتحسي الشخص اللي جاي لعندك مش انه كان عم يعمل شيء خاص وصار معه حدث وراحت اجره مثلا، هو طبعاً. كان عم يعمل شيء كرمالك انت، كرمال بلدك، كرمال بلد. وطنك أكيد. لحتى بالنهايه تطلعي تقولي انا محله كنت. مشان هيك احنا في عندنا هون شيء روحي على شيء شغف مع اخوتنا اللي مصابين، اكثر ما هي عمل انه انا بعرف اشتغل هيك، بتحسي انه انا صرت يمكن تركعي قدام هالمريض قدام هالشخص لحتى تقولي له احنا بننحني قدامك. وهذه هي اذا بدك روحيه جمعيه خطوه، روحيه العزاريه، روحيه كل الجمعيات اللي نحن بننتمي لها بهذا الموضوع. جي نوتي اوسي il y avait beaucoup d'investissement personnel. Les gens étaient très investis pour dedans et vous êtes moderne, c'est très très bien. Voilà, هدف كان في شيء تفاجئ فيه هو انه نحن تخيلك انه يمكن اخترنا اكبر قاعه بسوريا هي قاعه حاميش. Très très bien. نعم تخيلي مين في حوالي 175 شخص متدرب. ال175 بتحسي في عنده اهتمام جدا جدا بالشيء عم ينعرض. كثير عم ينعرض بنفس الوقت هن عم يكونوا كثير يعني مهتمين بهالتكنولوجي اللي احنا جايبينها هلا اللي مع الكساندر ومع الاستاذ بسام ومع كمان في خبير دولي اخر هو الخبير بلال حيدر اجى كمان وشارك معنا. كله هذا الشيء بيؤدي انه كل اللي موجودين هن اولا يمكن بحاجة لحتى يشوفوا جديد، بس هني أبدا ما بينقصوا الخبرة. يعني هذا بالموضوع هي تكملة للخبرات عنا، وهني أصلا تفاجأوا بالخبرات الموجودة. صحيح، دائما الخبرات السورية هي والعقل السوري دائما نحن منراهن عليه بكل زمان وبكل أكيد مكان. أكيد مش هيك نحن باقيين، يعني ما تخيلي بلد 7-8 سنين الدنيا كلها ضده، لو ما عنا أرض نحط جريها يعني جرينا عليها ونرتكز عليها وعنا روحية وعنا تاريخ ما منضل. بنفس الوقت اللي بيمتلك هالاشياء الثلاثه هي قادر دائما هو انه دائما الى الامام بخطوه الى الامام. صحيح، بدي ارجع لعند البروفيسور اليوم، نحن عم نحكي عن احدث التقنيات اليوم بتركيب وصناعه الاطراف الصناعيه، اليوم خلينا نقارن هي نحن مثل ما حكينا هي التقنيات يمكن لاول مره بالعالم العربي ويمكن بتضاهي التقنيات الموجوده بالعالم، خلينا نقارن بفرنسا او هو يمكن بمدى خبرته اليوم، كيف شايف او تقييمه لهي التقنيات اليوم وقديش اليوم عن جد رح تلبي حاجه بالمجتمع السوري. Comment vous pouvez évaluer ces technologies que nous avons cherchées en Syrie par rapport à la France? Est-ce que vous avez en France la même technologie maintenant? Et qu'est-ce que ça donne pour le domaine de l'orthopédie en général, ça? Bah, en fait, dans la technologie d'emboîture qui a été présentée, oui. Elle existe sous différentes formes. Pour certaines d'entre elles, ça demande de l'investissement, voilà. De l'investissement financier. Voilà. Et la présentation de M. Senghor, voilà. elle est à la hauteur du pays. C'est-à-dire que voilà. Les gens ne sont pas obligés de dépenser trop d'argent et ils ont tout de suite accès à une technologie de haute voilà, gamme. Ça suffit parce que je dois traduire quand même. De haute gamme. Voilà. Il va dire qu'en France, il y a des choses différentes, ce n'est pas la même chose, mais quelque chose يمكن بشركات اخرى. ولكن شو المشكله هونيك؟ هي المشكله هونيك انه اسعارها كثير مرتفعه. هلا ساعد بدنا نجيب شيء على البلد بده ينحط، مش بدنا نعرضه نحن بالفيترينات، بدنا نعرضه ببعنا، بدنا نخليه نشغله للخدمه. اللي عم يقول هو هلا الفورماسيون اللي انعملت من قبل جمعيه خطوه اللي قامت بكل هو ما يجب عليها من تنظيم وبمساعده كثير كبيره من استاذ بسام اللي هو اشتغل على تدريب مثل ما حكي كثير كثير فعال كان، وبالقبل الوكيل السوري ايضا الاستاذ كمال سمعان، ومن قبل جميع القيمين على هذا الموضوع لانجاح هذا الحدث. عم يقولوا نحن ساعه بنعمل تجربه موجوده عندنا بهذه وبهذه، يعني بعنا نعطي المعلومه صحيحه وبنفس الوقت يكون شيء مدروس قادرين نخدم فيه نحن كما يجب الاشخاص اللي بيجوا لعنا مشان نعطيهم اطراف اصطناعيه. نعم، كمان حكى عن التقنية الحديثة اللي موجودة بهي الأطراف نفسها اللي هي مو بس شكل الطرف ولكن تصنيعه أيضا اللي بيعتمد على أعلى المستويات بالأداء اللي بده يتركب للجريح أو المصاب. خلينا نحكي عن هي التقنية، نفصل شوي نعرف الناس شو اللي بتتميز في هي الأطراف الصناعية الحديثة بتقنيتها. ولا هلأ بس هي فكرة أن الأطراف الصناعية الحديثة اللي عم نعملها هي السوكت. هلأ يمكن الموضوع شوي اختصاصي بدي احاول بسطه شوي. هو عباره انه في عندي بتر انا بعمل له غلاف خارجي. متعودين سابقا نحن انه الغلاف الخارجي يكون هو عباره عن غلاف كربون
غلاف ريزين في داخله مواد تانية صلبة نوعا ما، عدلوا فيها بالأيام صار في عندنا مواد أطرى منها تيرمولين وما يعني لواحقه. المادة هاي الجديدة وقت اللي نحن عم نعملها هلا هون هي مادة بحس المريض إنه أجره هو يعني العضل اللي موجود ضمن السوكيت هو كأنه عم يحس فيه صارت طرية وبنفس الوقت هي قادرة تحمله. كثير فوالا كاسكو فو بوفي يعني دير او نوفو دو سيت تكنولوجي لو ان ان اس بار اكزومبل كاسكو سا سير بور لو باسيون انفا كالي فوتر افي aussi vous pouvez parler du carbone thermoformable. Oui. Alors on a le NSS qui est une technologie dans voiture qui va donner du confort aux gens. التقنية اللي عم بحكي عنها هي رح تعطي أريحية كثير للأشخاص اللي بدهم يركبوها. Qui enlève certaines contraintes. Des frottements que les gens ont à subir toute la journée. كثير من المشاكل اللي نحن بنعانيها بالأطراف الصلبة يعني اللي هي إذا بدك آي سي بتكون راح يشيل مثلا مناطق كثير كانت تعمل مشاكل راح تبطل هي فيها مشاكل. Aussi bien pour s'asseoir. كثير منيحة مشان القعدة للمريض خاصة على أماكن مثلا صلبة مثل كرسي مثل أشياء. Que pour faire les différents mouvements dans l'espace. وبنفس الوقت بتتيح يعني للأخ اللي هو أخونا اللي مركب الطرف انه يعمل جميع الحركات الاماميه الخلفيه اللي بالاطراف العاديه ما في يعملها هو نتيجه القساوه تبعتها. هي الماده هي يعني بتروح معه بدل ما هو يمشي معه، بمعنى اذا راح عمل اي حركه هي بتتاقلم معه بدل ما هو يتاقلم معه. Ensuite il y a la technologie symphonie. وهلا كمان هو عم يحكي عن التكنولوجيا اللي هي السيمفوني الا المكنه اللي بتاخذ القياسات. C'est une technologie qui va aider les orthoprothésistes les moins avisés de pouvoir faire des emboîtures. هي هاي التكنولوجيا رح تساعد يمكن الاشخاص اللي بعدهم مينون كثير يعني اذا بدك اخذين المهنه بطريقه مثلا كامله انه يوصلوا ل اللي بدهم اياه من خلال هالمكنه هي، لانه هي ما بتاخذ صوره مثل الكات كام افتراضيه ونحن بنعدلها حسب خبره الشخص، ولكن هي بتاخذ طبعة للأجر حقيقية كأنها بسكت حقيقي وبتطلع الطرف 3D تقريبا. هي أكثر من 3D، هي صارت بتاخذ 3D حقيقي بمعنى بحطها أنا على البتر تعطيني السكت السكت بالحجم اللي لازم فيه المريض يمشي فيه، مش بالحجم اللي هو هلا وأنا لازم أعدل فيه. هذه هي هيدي الشيء بتعطي كثير فرصة لرفقاتي لزملائنا اللي يمكن قادرين عم يشتغلوا تطلع النتيجة تقريبا كتير حقيقية وواقعية على المريض. ولا كونتينية Élaborer une emboîture ça demande beaucoup de savoir-faire. انه عم يقول لك حتى شكل انا طرف بايدي كما هي العادة سابقا يتطلب كتير معرفة وعلم ودراسة تشريح ودراسة عظم وبنفس الوقت تكنيك ولا وخبرة كتير قوية. هو عم يحكي عن ذاته هلا. Et le symphonie facilite les choses. Facilite les choses et donne des moulages qui donnent déjà une approche très près de la réalité au niveau de l'emboîture. المكنة اللي هي اجت اليوم هي اذا بدك هي موجهة للفنيين لحتى يطلع منه شغل مثل ما بيقولوا اكيد هو معبى يمكن حب للاشخاص اللي عم يشتغلون، ولكن هو الشغل اللي عم نعمله يطلع فعلا دقيق وبنفس الوقت عملي لحتى الاشخاص يمشوا ويكون حياتهم يمارسوها بشكل اذا فينا نقول شبه طبيعي. Et la troisième partie de cette conférence, c'est le carbone. Le قسم الثالث من المحاضرات اللي هي اليوم بدها تصير هلا على الساعة يمكن 12:30 حسب وقتنا راح تصير عن الكربون الحراري اللي هو يعني مختص فيه. Le carbone, lui, ce n'est qu'un matériau. Et c'est un matériau que les gens doivent pouvoir se servir à bon escient. C'est-à-dire, c'est à eux de savoir où est-ce qu'ils vont s'en servir. Voilà. Pour faire des embrasses, pour faire des prothèses, pour faire des semelles, pour faire... Mais ça, c'est l'orthopédiste qui va savoir où est-ce qu'il s'en... où est-ce qu'il introduit voilà. ce produit. مادة الكربون هي انه بالنهاية تبقى مادة. الاساس بعمل المادة هي مش المادة بحد ذاتها، بقدر نخلق اشخاص يعرفوا يتعاملوا معها. لانه من خلال هالاشخاص هي قدر نحن نحولها لضبانات طبية، لاجهزة طبية، مش بس اطراف، لمقومات طبية. لحتى نحن ناخذ منها نتيجه. وهي الكربون مش مثل الكربون اللي هو قبل، هو الكربون عباره متعودين على الكربون هو الاساوي الصلابه كذا، بس انه تلاقي اساوي وبنفس الوقت ليوني هون هي السر اللي هو جايبينه بنحنا لحتى نعلمه، مش لحتى نعرضه، لحتى نعلمه للاشخاص ليقدروا هن يتاقلموا مع الاطراف الجديده والمقومات ويعطوا افضل نتائج لاخوتنا اللي هن ضحوا كرمالنا.
يعني مثل ما قلنا تقنيات كثيره اليوم صارت بمتوفر ايدي السوريين. اليوم خلينا نحكي على ارض الواقع، الاشخاص اليوم كيف ممكن، مثل ما بنعرف شعار خطوه هو لكل السوريين، كيف اليوم بيقدروا اليوم يحصلوا على هذا الطرف، كيف فيهم يخضعوا للعلاج ليتواصلوا معكم كجمعيه خطوه؟ ولا نحن كجمعيه خطوه اللي هي منظمه لهالحدث ككل، بالتعاون مع الخبراء اللي اجوا من برا، بالتعاون وبدعم وثيق من الجميع القيمين على بلد الكريم. الهدف تبعيت اللي يعني احنا عم نعمله هلا كخطوه هو طبعا نخلق شيء مش جديد بمعنى انه نعمل صدمه، لا، الهدف انه نعمل نحن بهذا الشيء نحسن ونشتغل. بمعنى في عندنا نحن شيء بيقول انظر فكر اعمل، احنا طلعنا فكرنا كثير شو فينا نحسن، وبالنهايه خطوه هي احد يعني مثل بيقولوا خطوه عبي مشوار كبير عاملينه بالبلد من حاميش لمراكز ثانيه عم تشتغل بهذا الشيء. وقت طلعنا وفكرنا وجبنا هالخبراء لحتى نخلق ماده هي جيده، السؤال عند اكيد اخوتنا هلا انه اوكي كثير منيحه يا انا كيف فيني استفاد اليوم من هي الخدمه؟ فوالا نحن بخطوه حتى نشتغل صح دائما ان شاء الله، هي انه نحن بدنا نخلق هيدي الماده بشكل انه نحن نلاقي دعم من قبل اداره خطوه الدكتور ريمون، من قبل القيمين، من قبل من دعمونا ومن رعوا هالحدث هذا، انه تصير هالماده متوفره عنا هلا. طبعا نحن هلا دربنا على هالماده، اشتغلنا على هالماده، بدنا فتره تقريبا هلا شهر زمان لحتى يكون يبدا بعدين شهر زمان لحتى نبدا نحن انه يصير في عنا الاكيب صقل مهاراته بالميه. احنا اخذنا المعلومه التقنيه، انا اكيد شفنا، فبقى نجرب بقى بايدنا، احنا بدنا نصير مش نجرب بالمريض بقدر ما نحن اخذنا المعلومه جربنا مع حالنا كل شيء تمام، تفضلوا لعنا لحتى نخدمكم. كيف لعنا رح تكون ولا كيف نحن بدنا نخدمكم؟ اكيد نحن في عندنا اداره، بالنهايه انا ممثل جمعيه خطوه، انا مشرف فني بالجمعيه، انا في عندي اداره، هالاداره هي بتقرر من الدكتور ريمون لمجلس الاداره. بمعنى انه نحن اليوم كيف فينا نخدم دائما اكبر شريحه ممكنه وبنفس الوقت بافضل شيء ممكن. هذا الشيء متعلق بشغلتين، اولا عندنا مواد هلا بتخدمنا نحن حوالي 10 اطراف صناعيه، في عندنا جدوله للمواعيد لاكثر اشخاص بيناسبهم هي الماده، لانه معلش اذا بدي احط ماده سكت لشخص بدي اعمل له ان اس بتكلف فيه تكلفه ما، ومش قادر يستفيد منها بالاكتيفيتي يعني بالنشاطات تبعيته، انا ما بعمل له اياها. بدي شباب مثلا تكون قادره تستخدم هاي الماده. يعني انتم عملتوا دراسه على مجموعه من الاشخاص؟ طبعا. نقول تواصلتوا مع جهات معينه لحصلتوا على اسماء الاشخاص اللي انتم رح تساعدوهم؟ نحن مش توصلنا، نحن دائما الاشخاص هن نتقدموا خطوه لكل السوريين. ولكن لكل السوريين دائما نحن في عندنا شغله، نحن من بدك تحبي شخص بدك تعرفي كيف تخدميه. انا بدي اقدم ماده اخذ فعاليه منها. طبعا. هلا بيجيني مثلا شباب كانوا على الجبهه، شباب بمقتبل العمر، نحن عم نشتغل معهم، انا هالنظام هذا رح يغير لهم حياتهم 70-80%، حتى ما اكون عم خلي اقول 50% بهذا الموضوع. انا بختار الاشخاص مش لانه فلان بعته او فلان بعته، بختار الاشخاص شو هن حاجتهم حسب الحاجه. يمكن حاجه يعني انا اذا بيجيني شخص مش انا يعني الجمعيه، بيجي شخص انا بعمل له معاينه، بشوف انه شخص بمعنى اخر يمكن مش قادر يستفيد منه، انا ما مرقه، مش لان مرقه لانه هو ما بدي مرقه، لانه حاجته هي بعد بغير مطرح فيني استفيد منها لمرضى اخرين. صحيح. التواصل هو مع جمعيه خطوه، مع اداره جمعيه خطوه، بتظن الكل بيعرفوا شو هي ارقامها اكيد، وبنفس الوقت نحن بنعمل ليستا مثل بيقولوا يعني مدروسه، بحيث انه يكون الاشخاص مستفيدين كما اكبر يجب. يعني اكبر قدر ممكن، اكبر قدر ممكن. واحنا جمعيه يعني، وحتى في عندنا هلا مراكز ثانيه يعني. صحيح. هلا خطوه قدام حاميش الله يعطيهم العافيه، حاميش معروفه المستوى يعني السوري، وهالتعاون اللي صار هو تعاون بكبر القلب. شو السبب؟ لانه في عندك بتحسي تكامل. صحيح. يعني نحن يعني خبرات كثير وجهود كبيره متكامله رح تكون لنلبي يمكن احتياجات السوريين، مثل ما انه نعم. هي خطوه، وان شاء الله الخطوات دائماً الجديده للامام. رح نتوجه بكلمه اخيره للبروفيسور، شو حابب يقول بهذا المجال وعن تعامله اليوم مع الخبرات السوريه ككلمه اخيره له. Le dernier mot pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple de la collaboration avec Khotwa? Est-ce que vous allez par exemple continuer avec nous? Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, quand vous voulez. Donc moi j'ai trouvé que l'organisation était fabuleuse. يعني فعلا التنظيم كان رائع جدا. Un accueil fantastique. والاستقبال كسوريين أنا عم يحكي إنه كان تفاجأ بالشعب السوري هو كشيء يمكن قلت لك في صورة واصلة غلط. Oui, continuez s'il vous plaît. Moi je ne fais qu'une présentation de produits. Et je serais très très enchanté si Khotwa me réinvitait
pour faire une vraie formation au voilà. sein de l'organisation pour continuer à perdurer toute cette, voilà. toute cette, tout cet événement. Quoi. ولا هو بالنهاية كجمعية خطوة هون هو هلا اللي عم يعملوا عم يعمل مادة بده يشرع عنا بشكل يفهم الأشخاص شو هي الموجودين أكيد بيشرفوا كتير إنه يكون مدعو بعدين من قبل جمعية خطوة ليه؟ لأنه هالمادة اللي بدنا نعرضها اليوم وهذا يمكن توجه لزملاء الفنيين الاختصاصيين هي مادة نصرية بدنا نعرفهم عليها ولكن هو أكيد بيكون كتير له الشرف إنه يرجع على سوريا ويتابع معنا تدريب بهالمادة هاي كيف نحن نستفيد منها ونحن لنا كمان إطلالات إن شاء الله قادمة مع كل شيء عم تعملوه إن شاء الله يطلع هيك نشكر وجودكم معنا شكرا كثير وأهلا وسهلا فيكم شكرا ميرسي بوكو الأخصائي خالد زينون المدير الفني لجمعية خطوة أهلا وسهلا فيك والبروفيسور ألكسندر نوت نورتنا بسوريا وأهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لكم